السلام عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، كل عام وانتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك. لما كنا صغار والدتي كانت دائما تقول لي جيب شهادات كويسة عشان تروح على الجامعة وتحصل على شهادة وتلتحق بشركة كويسة بحيث انك انت تتدرج بالمناصب وتصير مدير قد الدنيا. وانا براهن انه هذا اللي بيحصل مع كثير او معظمنا خلال نشأته، واعتقد انه هذا هو المسار المعتاد او القياسي اللي منتشر في مجتمعاتنا الحديثة وخاصة في العالم العربي. ولكن في مواجهة التكنولوجيا وسرعتها والتقدم الحديث، مجتمعاتنا وتقاليدنا ومفاهيمنا عم تتغير شوي. وبسبب سرعة التكنولوجيا اللي حكينا عنها وتغير المفاهيم في المجتمع، بيصير انه يكون عند مشروعك التجاري او الحصول على مشروعك التجاري او البزنس الخاص فيك حاجة سهلة جدا، وبالعكس بعض المرات بيكون في ضغط للحصول عليها. وعلى الرغم من انه ريادة الاعمال اصبحت اكثر انتشارا والمفهوم هذا اصبح كتير مرغوب، واكيد انه هذا المسار ليس لكل الناس، وفي الواقع بيتطلب الانتقال من عملية انك تكون موظف وعندك راتب بتقدر تتنبأ فيه دائما الى انه تكون شيء غير مستقر او لا يمكنك التنبؤ فيه، خاصة في البداية اذا كان عندك مشروعك التجاري. بيتطلب هذا تغير في المعتقدات، وبيتطلب خبرات ومهارات أكيد أكثر من أن تكون عندك حس ريادة الأعمال. في هذا الفيديو حنتعرف على السمات الرئيسية اللي بتكون عند الأشخاص اللي بيحبوا أو يحصلوا على مشروعهم التجاري أو ريادة الأعمال الخاصة فيهم. وبالطبع كما عودناكم تم اقتباس أفكار اليوم من كتاب جميل لمؤلف استرالي، اسم الكتاب Employee to Entrepreneur أو موظف إلى ريادي أعمال لستيف غالافسكي. وهذا المؤلف الأسترالي هو كاتب أيضا وCEO ومدير شركة وصاحب بودكاست معروفة في أستراليا. إذا حابين تعرفوا السمات هاي خليكم معي بعد الفاصل. السمة الأولى اللي لازم يتحلى فيها رجل الأعمال أو الشخص اللي بده يكون عنده بيزنس أو مشروع تجاري، إنه يكون قادر على التأقلم مع التغيير، وهذا شيء مهم كتير وسبب للنجاح في عالمنا الحديث. مين فينا ما سمع عن أوبر أو Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي أو Smart Robots الروبوتات الذكية أو السيارات ذاتية القيادة Autonomous Cars؟ كل هاي مؤشرات بتأشر على سرعة التكنولوجيا وكيف وصلت في عصرنا الحديث. واليوم أصبحت معظم المؤسسات غير قادرة على التأقلم مع السرعة هاي من ناحية هيكلية وبالنسبة للموظفين اللي بيشتغلوا فيها، فأصبح هناك نوع من الثقافة الغير قادرة على التأقلم مع سرعة التكنولوجيا أو سرعة المنتجات التكنولوجية اللي ممكن تأثر على عمل هالشركة. أصبح الموظفين بهالشركات هذه بيتحملوا أعباء كثير، منها التخطيط الزائد أو الغير مطلوب والأوفيس بوليتكس سياسات المكتب والميزانيات اللي دائما بتنشرخ بطريقة غريبة في المؤسسات. لذلك ليس من المستغرب أنه معظم الموظفين اللي موجودين في الشركات هاي أصبحوا غير راضين عن أعمالهم. ومن ناحية ثانية فإن رواد الأعمال عندهم هالمهارة هاي اللي بتساعدهم يكونوا أكثر استعداد للتأقلم مع المتغيرات، واللي بيساعدهم كتير في نجاح مشروع التجاري. السمة الثانية اللي بيتصف فيها رجال الأعمال هي احتضان الفشل أو بسموها embracing failure وعدم الراحة discomfort، فهم بيتعاملوا مع الموضوعين هدول بشكل ممتاز جدا. خلينا نضرب مثال. هل مرة حاولت تتعلم مهارة جديدة، حاولت تعرف تعزف على آلة موسيقية أو تتعلم لغة جديدة؟ فكثير من الناس شو اللي بيصير معاهم أنه مجرد ما يبدوا يتعلموا على آلة موسيقية واحدة أو على أول نوتات فرضا، فبيلاحظ فيه صعوبة جدا وتحدي، فشو اللي بيصير؟ بيترك الآلة هاي وممكن يقول أني أنا مش تبع موسيقى. أو حتى اللغة، لما تبدأ تتعلم لغة جديدة وبتصطدم بأول قواعد ما بتقدر تتعلمها أو نطق مفردات معينة، فبتقول أني أنا مش بتيأس وبتقول أني أنا مش تبع لغات، وهذا بيحصل مع كثير مننا.
واللي بيصير لما انت بتستسلم لاول التحديات اللي بتواجهك وبتقول هذا مش مناسب الي، فهذا بيعتبر من نظر الكاتب انت مذنب انك تكون عندك عقلية ثابتة وغير قابلة للنمو او التحرك. وفي سياق هذا الموضوع بتعتقد عالمة النفس كارول دويك انه هناك في نوعين من العقليات، عقلية ثابتة وعقلية النمو او growth mind. ودائما العقلية الثابتة بتفترض انك انت مولود بقدر معين من الذكاء او القابلية لتعلم مهارات جديدة، وهذا بيأثر كثير على مسار حياتك المهنية. وفي الناحية الثانية بتنظر عقليات النمو على ان كل القدرات والمهارات قابلة للتعلم ويمكن تخطيها. والاهم من هيك انه اصحاب العقول اللي بتتصف بعقول النمو بينظروا الى حالات الفشل على انها تقريبا فيدباك او ملاحظات على الأداء اللي بيساعدهم على التقدم أكثر. عشان نحقق النجاح في أي مشروع بندخله، من كان على المستوى الشخصي أو المستوى الاقتصادي أو التجاري أو البزنس، فإنه امتلاك عقلية النمو مهم كثير لأسباب النجاح. الفكرة الثالثة اللي معانا هو فهم الدوافع قبل أن تبدأ مشروعك التجاري. وفي هون مثال جميل جدا بيحصل مع كثير من الناس بما فيهم أنا. تكون قاعد في المطعم مع العائلة والأصدقاء وبتكون أنت مقرر أنك ما تأكل حلويات، ولكن لما بتوصل الحلويات للآخرين وبتشوف بتشوفها على الطاولة، فأنت على طول بتفكر أنك تنادي الويتر أو الجرسون عشان تطلب الحلويات، ولكن تتذكر تحذيرات الدكتور تبعك بالنسبة لمرض السكري أو غيره. وهون شو اللي أوقفك عن طلب الحلويات؟ اللي هو سبب ودافع أكبر ومهم بالنسبة لك، اللي هو عدم الإصابة بمرض السكري. وهون بيقودنا هذا إلى فكرة جميلة جدا، اللي هو أنك ممكن تتعامل مع التحديات وممكن يكون أسهل التعامل مع التحديات والصعاب لما يكون عندك دافع مهم بيدفعك من الداخل. وهذا طبعا بينطبق على المجال الاجتماعي أو الشخصي أو في مكان العمل أو البزنس الخاص فيك أو مشروعك التجاري. وبعض المرات حتى الدوافع المالية أو الحوافز المالية ما بتكون كافية لأنه تدفعك عشان تنجح في مشروعك التجاري. وفي السبعينات أجرى عالم النفس إدوارد ديسي تجربة مثيرة للاهتمام، وأظهرت التجربة هاي واللي حصلت فيه مع طلاب معينين في غرف صفية معينة أو غرف في الجامعات، إنه لما بيندفع لهم أجر للطلاب هدول أو حافز مالي للمشاركة، فإنه بيكونوا أقل اهتمام على المشاركة وصنع أو إيجاد حلول معينة للمشاكل اللي بيتناولوها بالصف، بينما الطلاب اللي ما أخذوا حافز مالي بيكون عندهم حافز أكبر لإيجاد حلول لمشاكل معينة في الصف بيتناولها مع المدرسين. وبذلك نأتي إلى خلاصة أن الدوافع الشخصية الداخلية بعض المرات أو معظم المرات أهم من الدوافع حتى المالية لتحقيق أو تحقيق النجاح في مشروعك التجاري. وهي الدوافع بتشكل ركيزة أساسية للتعامل مع الصعوبات والتحديات اللي بتواجهها. وأكبر دليل على ذلك أنه معظم رواد الأعمال أو أصحاب المشاريع التجارية بيمروا بفترات في البداية أو في المنتصف بيكونوا فيها وحيدين وتحت الضغط، ولازم تكون عندهم مهارات فهم الدوافع تبعتهم عشان تساعدهم في تخطيها وتحقيق النجاح بالمشروع التجاري. الفكرة الرابعة اللي معانا اللي هي عملية تجميع وربط الأفكار مع بعض، واللي بتميز فيها رواد الأعمال دائما. تخيل أنه عندك لوح تزلج ودراجة هوائية ودراجة نارية، وانطلب منك أنك تفككهم أو تعملهم ديكونستركشن. شو اللي ممكن أنت كشخص تعمل شيء جديد من المكونات الثلاثة هذولة؟ شخص بكل سهولة ممكن يقول أنا ممكن أعمل جيت سكي، أني أنا أستخدم اللوح الخشبي من اللوح التزلج والمقعد من الدراجة الهوائية وتنك البنزين والفرامل من الدراجة النارية ويصير عندك جيتسكي. فهذا طريقة أو مثال كيف الناس بتنظر لتجميع الأفكار من بعضها أو ربطها مع بعض لإنتاج شيء مبتكر أو شيء جديد. وبتم استخدام عملية الديكونستراكشن أو هذا المبدأ من قبل رواد أعمال كثير، مثل شركة تسلا، مدير شركة تسلا أو صاحب شركة تسلا إيلون ماسك، ومدير شركة أمازون جيف بيزوس.
وهذا دليل على انتشار هذا المبدأ بين رواد الأعمال وطريقة التفكير في إنتاج أفكار جديدة. وفي حين أنه بيبين الأمر هذا صعب، اللي هي عملية الديكونستركشن أو تفكيك الأشياء عشان تربطها وتعمل شيء مبتكر جديد، ولكنه في الحقيقة وفي التطبيق صعب جدا. وأكبر مثال على ذلك حقائب السفر اللي فيها عجلات. والغريب أنه الحقائب هاي اللي فيها عجلات ما تم اكتشافها إلا في السبعينات أو 1970، لما برنارد سادو أحد العاملين بالمطار شاف معدات ثقيلة بيجي تحتها عجلات عم تنجر، وجت له فكرة ليش الناس في المطار ما عندهم حقائب سفر يكون فيها عجلات، وتم اختراع الحقائب مع العجلات. وما أحد في الماضي من مئات السنين اكتشف أو اخترع شغلة الحقائب مع العجلات. فلذلك بتوضح أنه كيف صعب موضوع أنك أنت تربط الأفكار أو تجمعها مع بعض. ومن الصفات الكبيرة المتميز فيها رواد الأعمال اللي هي موضوع ربط وتجميع الأفكار عشان يحسنوا أو يبتكروا شيء جديد، وهذا بيخليهم دائما ناجحين في مشاريعهم التجارية. هذا كل اللي عندي اليوم، بس قبل ما أروح حابب أسألكم سؤال. هل أنت فكرت أنك تبدأ مشروعك التجاري وما بديت؟ شو هي الأسباب اللي خلتك ما تبدأ هذا المشروع؟ بانتظار تعليقاتكم. إذا استفدتوا شيء من الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة، وإذا حبيتوا تشوفوا أفكار جديدة أو كتب جديدة الرجاء الاشتراك في القناة. حتى أشوفكم المرة الجاية، سلام، كل عام وأنتم بخير.